السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن العائلة السعودي سلمان بن عبد العزيز أطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، وأضافت أن الجانبين بحثا العلاقة المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وكان ترامب قد شك السبت في تقديم الجيش الأمريكي المساعدات لجيوش السعودية حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية، وقال إنها أجرى محادثة هاتفية مع العائلة السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة، وأضاف أحب السعودية واليوم تحدثت مطولا مع ملكها سلمان بن عبد العزيز وقلت له يا أيها الملك لديك تريليونات الدولارات ومن دونها من يعلم ماذا سيحدث، وتابع أخبرته ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائرتك لأنها قد تتعرض للهجوم، لكن معنى هي في أمان تام ولكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن يحصل عليه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.